طيب لفته سريعه للصبار بس عشان الوقت قرب الاذان. الصبار الحقيقه جدا ممتاز، يعني من الاشجار من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني باختصار اللب الصبار، يعني لما ناخذ جل الصبار هو يعتبر بارك الله فيك من المواد الجميله لاي مشكله جلديه. سبحان الله، يعني الى 90% من المشكلات الجلديه يعتبر الصبار مفيد لها ويجيب نتائج جدا ممتازه بفتره قصيره جدا. وش الاشياء الجلديه مثلا؟ مثلا عندك الحساسيه ايا كانت، سبحان الله. حلو، تاز. الحساسيه. عندك بارك الله فيك اللي يعاني منه ايش؟ الشباب، حب الشباب للبنين والبنات. يعتبر بارك الله فيك. كيف اخذه كذا بالقشره ادهنه ولا ايش؟ على طول ابو راشد، على طول ما عندك هذا جدا ممتاز. والاكزيما؟ الاكزيما ايضا جي فيها نتائج حلوه بهذا الشكل بارك الله فيك. اقطع لي واحد، اقطع لي واحد. جدا رائع يا رجل، من افضل مرطبات الجلد وواقي لاشعه الشمس. سوي لي واحد يا جدا ممتاز. سلام، يا سلام، يا سلام. كثير ما يعرف هالمعلومه يا شيخ، يعني يجهلون الشباب. الله يسلمك. له عصير بارك الله فيك، عصيره جدا مغذي. يشرب يعني؟ جدا رائع، يحتوي على أكثر من 80 عنصر غذائي، ما بين الفيتامينات والأملاح والأحماض الأمينية. زي للبشرة؟ رائع جدا، يصفي البشرة. مفيد للحواطة؟ الحواطة منهم أكثر. أي وقت يا شيخ؟ أي وقت؟ أي وقت يا أخي والله الكريم. حتى ريحته حلوة يا أخي. جدا ممتاز يا أخي الكريم، جدا ممتاز. طيب كمية الشراب العصير عشان ما في حموضة للتعب الإنسان، كيف؟ لا لا لا، هو بالعكس، هو قلوي. هو قال بارك الله فيك، ياخذ بمقدار مثلا ملعقه او ملعقتين ويجيبها في ماء دافي. بيض الله وجهك، جدا ممتاز. بس والله من اسبوع كامل للجروح. طيب السؤال، جروح السكر برضه. السؤال وين نجيبه من ممكن. وين نجيبه من يا موجود سيدنا. موجود مشاتل بره. مشاتل موجود. وبعدين موجود. انا ابغى هنا عساك بالجنه. انا عارف انا عارف ابو علي عساك بالجنه. شوف هنا، يعني شوف، لاحظ يعني فروخ بارك الله فيك كثير ينزرع في البيت ايضا على طول جدا، ولا بما واجب داخلي ده صح ولا خارج؟ لا خارج للشمس، لكنه غير مكلف وغير بارك الله فيك. هات بس بارك الله فيك الادوات المخصصه للزراعه. هات لك شجره واحده وراح تبني بيتك كامل. طيب ابو يزيد، هذا يعني ممكن يروحون للعطار يلقون عنده ولا يلقون المصنع؟ يقول عند المعطر المصنع، لكن في نقطة مهمة. اللي بيستخدمه ما يستخدم القمة النامية، الأوراق الأطراف الأوراق النامية، لا ياخذ هذا يجدعه يلوفه لأن فيه إفرازاته الصفراء غير مناسبة. سلام. لكن يأخذ من الجل الكامل الصافي. أيوة هذا جدا ممتاز. يا سلام. اللي عنده أكزيما أو حساسية ممكن بارك الله فيك باليوم يخليها مثلا كل ساعتين كل ثلاث. في نقطة مهمة جدا. الآن نحن مقبلين على شهر رمضان. صحيح. بالنسبة للحروق والحرارة. أيوة. أو نبل الزيت. نبل الزيت على طول يجب أن يكون هذا في البيت. أي زيت أو حروق أو شيء للأطفال على طول ثلاث أربع مرات خمس مرات، والأفضل منه أيضا أنه يبرد بسرعة ولا يترك أثر. أوه. ما يترك أثر نهائي. والله ما نستخدمه. جدا ممتاز. من اليوم نعتمد إن شاء الله في البيت. حنا زيارتنا للمدارس الحقيقة نشجع على زراعته. يا سلام. في المدارس. يا سلام. للكدمات. للسحاجات ايضا، الجروح على طول كما يقولون يعني بشكل سريع جدا. يعني هذه نصيحه لزراعته في البيت واستخدامه في البيت ايضا، لان قرب عندي الاذان. كم باقي ابو علي؟ ظاهر يمكن دقيقتين باقي على الاذان. اربع دقائق اربع دقائق تقريبا.